وأثر الجيش تحقق تقدما كبيرا في مديرية المتون بمحافظة الجوف. مصادر ميدانية قالت إن المعارك على أشدها، وإن الجيش سيطر على سوق الاثنين في المتون وعلى عدة مناطق مجاورة بعد هجوم كاسح شنه فجر اليوم. مواجهة عنيفة في منطقة الساق بمديرية عسيلان غرب شبوة. مصادر قالت إن قوات الجيش تصدت لهجوم نفذته ميليشيات الانقلاب على مواقع في جبل عكدة والمقيربة، وشنت هجوما مضادا على مواقع الميليشيات في بير قائد وبير أحمد بمنطقة طوال السادة. كما قصفت مدفعية اللواء 19 مشاة مواقع الحوثيين في منطقة هجر كحلان. نائب رئيس هيئة الأركان اللواء أحمد اليافعي يؤكد أن الجيش الوطني فرض سيطرته الكاملة على منطقة ذباب قرب باب المندب، وأنه لم يبقى لميليشيات الحوثي وجود في الشواطئ قرب ممر الملاحة الدولية. وقال في تصريح صحفي أن عودة السلطة المحلية لمديرية ذباب ستكون خلال الساعات المقبلة لممارسة أعمال الحكومة الشرعية. مقاتلات تحالف تشن 6 غارات تستهدف بها ميليشيات الانقلاب المتواجدة في معسكر الكامب ومدرسة القتال وورشة بمديرية الضحي بمحافظة الحديدة. الغارات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات. عشرات الجنود من منتسبي وزارة الداخلية التي يسيطر عليها الانقلابيون يتظاهرون بالعاصمة صنعاء للمطالبة بمرتباتهم ويقطعون شارع المطار. المتظاهرون هددوا بالتصعيد ودعوا زملائهم من منتسبي الوزارة إلى الخروج للمطالبة بمستحقاتهم ورواتبهم التي نهبتها الميليشيات الحوثية. أبناء منطقة زاهر بزيدية الحدى محافظة ذمار يتصدون لحملة نفذتها ميليشيات الحوثي بغرض اختطاف أشخاص بتهمة ولائهم للشرعية، ورفض الأهالي تسليم الأشخاص المستهدفين، وحدثت اشتباكات بين طرفين أحرقت فيها مدرعة للحوثيين، وسيطر أبناء المنطقة على طقمين.